أهلا بكم مشاهدينا إلى معرض الصحافة. بداية هذه الجولة ستكون بالعربية الجديد التي عنونت الصفحة الأولى: الاحتلال يعجز عن إخفاء خسائره. تقول الصحيفة إن حصيلة قتل الجيش الإسرائيلي ترتفع في غزة مع مواصلة حربه على القطاع وخوضه معارك عنيفة مع المقاومة الفلسطينية. وقد سجل يوم أمس اعترافا منه بسقوط 10 من جنوده يوم الثلاثاء الماضي، وذلك فيما برزت إلى العلن خلافات بين واشنطن وتل أبيب مقابل إصرار الاحتلال على عدم وقف القتال. على نفس هذه الصفحة الأولى مشاهدينا من العربي الجديد نطالع مقالا آخر بعنوان يوميات الجوع. جاء في هذا المقال وفي تفاصيل المقال أن الغزيين خصوصا في المناطق المحاصرة يحاولون تناول ما يجدونه من دواجن قد تكون نافقة أو معلبات أو أعشاب، وذلك للبقاء على قيد الحياة، ويلجأ البعض إلى اصطياد الطيور بعدما أنهكهم الجوع. كما تشير العربي الجديد في مقال آخر هذا الصباح إلى أن شهيدا إضافيا سقط في اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمدينة جنين ومخيمها، وقد قامت باستهداف منازل بقذائف إنرغا وسط تحذير الهلال الأحمر الفلسطيني من تزايد تدهور الوضع خصوصا مع محاصرة قوات الاحتلال بالنار لمستشفى الشفاء في المدينة، وذلك محاصرة له بالنار كما قلت. إلى الأخبار اللبنانية مشاهدينا التي خصصت حيزا مهما من صفحاتها اليوم لإحصاءات خسائر العدو. جاء في مقال على إحدى الصفحات أن إعلاميين تجرؤوا في كيان الاحتلال على كشف إحصاءات حول خسائر العدو البشرية، وذلك جراء الحرب على غزة. وقد أثار الأمر النقاش بحسب الأخبار اللبنانية حول حجم الرقابة التي تفرضها السلطات العسكرية والأمنية كذلك لمنع نشر الأرقام الفعلية للإصابات بين الجنود والمستوطنين. كان البارز تضيف هذه الصحيفة هو إصرار العدو على نفي ما أوردته يديعوت أحرونوت قبل أيام عن وجود 5000 إصابة في صفوف جيش الاحتلال. وكانت مشاهدينا صحيفة الأخبار اللبنانية قد نشرت عند بدء الهدنة الشهر الماضي حصيلة لنتائج الحرب على صعيد الكيان، حصيلة أولية أظهرت تفاصيل وجود 9038 جنديا ومستوطنا قد أصيبوا بين قتيل وجريح، وذلك منذ 7 أكتوبر. في حصيلة محدثة حصلت عليها الأخبار اللبنانية تظهر إحصاءات وزارة الصحة في كيان الاحتلال أن المستشفيات والمراكز الطبية في كل كيان الاحتلال استقبلت منذ 7 أكتوبر حتى صباح 11 من ديسمبر الجاري 10684 إصابة من الجنديين أو من الجنود والمستوطنين. وقد توزعت الإصابات بين قتلى وجرحى، بينها 1802 إصابة في مناطق شمال فلسطين المحتلة، حيث المواجهة المستمرة مع المقاومة في لبنان، مقابل 8882 إصابة ناجمة عن المواجهة بين قوى المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. ننتقل الآن إلى صحيفة أخرى، صحيفة القدس العربي. العنوان البارز اليوم هو 120 مقبرة جماعية في غزة والشجاعية تكبد الاحتلال خسائر فادحة. هكذا عنونت القدس العربي صفحتها الأولى وخصصت حيزا كبيرا من المقال الحديث عن الوضع الميداني الذي تعجز الكلمات عن وصفه، وقالت إنه وبسبب كثافة أعداد الموتى وامتلاء أيضا المقابر فإن أكثر من 120 مقبرة جماعية كما جاء في العنوان عشوائية تنتشر في محافظات قطاع غزة، وذلك لدفن شهداء الحرب. من جانب آخر تناولت هذه الصحيفة انتصارات المقاومة حسب ما كشفته كتائب القسام التي قالت إنها مع سرايا القدس قد تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين محكم وسط قطاع غزة وتخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، مضيفة أن مدفعيتا القسام وسرايا القدس تكتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل. نقلت هذه الصحيفة اليوم إقرار جيش الاحتلال بمقتل 10 جنود كما جاء في العربي أو في العربي الجديد من وحدة غولاني وإصابة عدد من الجنود في مواجهات داخل الشجاعية أمس. وفيما عادت هذه الصحيفة بتذكر أو بتذكير لأحد بنود الخلاف بين واشنطن والكيان وهو مرحلة ما بعد الحرب، بيّنت على لسان
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية تمسك المقاومة بالتفاوض لوقف القتال بناء على شروط واضحة، حيث قال إن أي ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب، وأوضح في كلمة مسجلة أنهم منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف هذا العدوان. نختم هذه الجولة في الصحف بالوطن السورية التي خصصت أيضا في صفحتها الأولى حيزا مهما للحديث عن المجازر الصهيونية في القطاع. وصل عدد الشهداء بحسب هذه الصحيفة إلى 18,608، إلا أنها في مقابل ذلك كشفت عن خسائر الكيان الذي اعترف بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال وفق ما أعلنه إلى أكثر من 120 قتيلا منذ بداية الغزو البري في غزة. وذكرت وسائل إعلام صهيونية نقلت عنها الوطن السورية أنه سمح بالنشر بشأن إصابة 4 جنود بجراح خطرة في معارك مختلفة شمال غزة. قالت هذه الصحيفة إن المقاومة اللبنانية فرضت أمس حزاما ناريا من رأس النافورة إلى كفر شوبة، وذلك خلال مهاجمتها مواقع وثكنات الاحتلال على طول حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، حيث استهدفت تجمعين لجنوده بعد أن دكت بالأسلحة المناسبة مواقع البحري ورامية والملكية، وأيضا ثكنت شميرة وحققت فيها إصابات مباشرة. كانت هذه التفاصيل التي نشرتها الوطن السورية هذا الصباح بشأن العدوان على غزة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة في الصحف العربية. بعد قليل نلتقي في الفقرة الإخبارية، بقوا معنا.